طب دي عروسة البحر، إنما دي إيه؟ حفل زفاف جماعي؟ لا استنى أنزل أشوفكوا عن قرب، أنا مش عارف شربونا إيه؟ مش عارف والله، الدنيا ضايعة معايا ولا إيه ده؟ إيه ده ده؟ آه ده بتاع جناب القرصان يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. مدفع الإفطار اضرب. والله برغم ان انا على سفر بس محافظ على صيامي. الحمد لله على السلامه. مين الكائن ده؟ دي الساحره الشريره. انت مين؟ انا الساحره الشريره. ثواني كده. اه الساحره الشريره. لا حلوه دي، عايز اعمل واحده قرايه والله. بقول لك انت الساحره؟ والله انا صايم من الصبح يا ساحره، ما اكلتش اي حاجه. صايم ايه يا جدع؟ ده انت بقك كله احمر اهو. لا ده من البوس ده، ما اكلتش والله. ما اكلتش ايه؟ والله ده انت ناقص تاكل سنانك. بطلي ودوري تاني، بطلي ودوري. اهدي اهدي، مالك يا حاجه في ايه؟ ايه ده؟ انت الساحره اللي بتطير على المقشه دي؟ لا انا بطير كده في الهواء. امال بتاخدي دي معاكي ليه؟ باني البيئة السرعات. انت ساحره مانوال يعني؟ اه مع ان والله شكلك 4x4. طب استاذن انا بقى يا اميره. يلا سلام. سلام يا معلم. يا دي النيله نبي اخ. ايه اديني سقه. لا انتوا غيروا الفلاتر بقى وما تقرفوناش. يلا يلا يا حاجه يلا. يلا الحمد لله كانت في منزل فجريت على طول. ايه يا مولاتي سايبانا للقرصان يخطفنا؟ بصي ملبسنا لبس بتوع العرقسوس ليه كده يا مولاتي؟ اوعي يكون في حد اذاكي او فكر ان هو يأذيكي. انت اكتر حد بيحبني في الدنيا دي يا عوض. ما تقوليليش يا عوض، قولي لي يا عو. يا عو ما تيجي نتجوز يا عو عشان خاطري. ما ينفعش والله يا مولاتي. ليه؟ ما ينفعش خالص يا مولاتي، انت اميره وانا مجرد حارس عند ابوكي. يا بيبي مش مشكله نبداها مع بعض. يا بيبي في اميره تقول يا بيبي. يا مولاتي والله الجرايد ما هتسيبك في حالك وهيبهدلوكي، هيطلعوا يقولوا ارتباط الأميرة شمس بحارس أبيها، هل وراء هذا سر قذر؟ هدية العدد بوستر حمدي الوزير. والله ما هيسيبوكي يا عوض. أنا ما يفرقش معايا كلام الناس، المهم نبقى مع بعض يا حبيبي. مش هينفع والله. وأنا بنتجوز. مش هينفع. مش هينفع. مش هينفع يا مولاتي. بتضربني يا حارس يا جربوع. أنا مش حارس، أنا أخوكي. أخويا؟ أيوه أخوكي. طب ازاي اخويا وانت لونك اسود وانا لوني ابيض؟ لا بابا لونه كرهات وما اتكلمتش. انا احكي لك الحكايه. اتفضل اتفضل. باباك الملك كان معروف عنه ان هو راجل بطال يعني، كان راجل صاحب كاس وبطولات. وبقول اي كلام انا. المهم باباك ايه، انا سخن النهارده. باباك عمل ايه؟ خد السفينه ومشى على 180، فجاه قابله كمين في قلب البحر، طلعت له ست غلبانه من الميه بتقول له مناديل يا ابني، غمز لها. اول ما غمز لها ايه الكذب ده؟ انا ابويا الملك يغمز لواحده جربوعه؟ يعني انت متضايق ان هو غمز ومش متضايق ماشي على 180 وكمين في البحر؟ كل ده منطقي والغمز هو اللي غريب؟ طب كمل كمل. المهم اول ما غمز للست دي راحت معاه، اصل الست دي اي حد يغمز لها بتروح معاه. مين الست دي؟ الست دي امي، وانا فخور انها خلفت كلب زي يتكلم عليها كده بجد، وجيت هنا عشان اقول لك ان انا اخوكي حبيبي. يا عوض يا اخويا. ياه انا مالف في القصه دي كلها عشان امسك ايدك. ما تقول كده من الاول، امسك اهي. ايه ده عادي؟ والدنيا ممكن ابوس؟ ايه ده وسيبانا اكذب واروح النهارده؟ انت اميره مانجا. والله بقول اي كلام النهارده. ايه ده؟ انت خرسيت يا حكاوي؟ انا سكران يا عوض. الحق ده بيقول لي يا عوض. جري يا مولاتي. سكران 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 يا عوض. مالك قد حلوي كده ليه؟ يخرب بيتك وشعرك ماله؟ اصل انا بستعمل كرمليزه بالبرسيم. بقول لك انت ما جيتش تسكر معانا ليه امبارح يا عم؟ يا عم انا سكرت معاكم بس انتوا اللي دماغكم خفيفه. بس انت حلويت ياض ودماغك بقت ما تجيب بوسه يا ده عوض. بس 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 الاميره واقفه. سمو الاميره. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. مالك وحشيتك اللي ليها سمو الاميره؟ ذنوب. ذنوب ايه؟ انت اوعى يكون حد اتعرق، اوعى يكون حد اذاكي. اذاني؟ ده ما يبقاش انا وليا، الحد فكر يديني.
انت مالك بقيتي بلدي كده ليه؟ بلدي ولا فينو؟ ايه البواخه دي؟ لا قولي حاجات حلوه ده في وش انا. انا مش هقول بلدي ولا فينو. ما هو طالع بلساني. بقول لك يا سمو الامير، انا هقول لك بصراحه بقى، انا بحبك وعايز هاتي بوسه. فوق يا حكاوي، يا حكاوي فوق يا حكاوي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، فجاه لقيت نفسي من سنتين. الحمد لله. ايه يا حكاوي انت سكران؟ سكران والاميره في خطر. الاميره في خطر؟ ايه اللي وداها خطر؟ خطر ايه؟ بقول لك خطر، دينجرس. أيوة. دينجرس. سمو الاميره انت حياتك في خطر، تعالي بسرعه عشان اخبيك. خد طيب. انده على زياد بسرعه. ماشي. ها اتفضلي يا سمو الاميره بسرعه. يلا من الجزيره اللي احنا مركبين. ايه يا رب الجزيرة الناشفة دي؟ مفيش زبون واحد استرزق منه؟ ده اعوذ بالله يا حلاوة. الله بس بقى في ايه؟ انت يا حلوه يا قمر يا سم. انت يا واد يا مز. ايه ده، ما عندكوش اخوات قرود ولا ايه؟ تعالى. طب لما اقول لك. ايوه تعالى تعالى بس. ايوه. هو انت الراجل الوحيد هنا على الجزيره؟ هو انا الوحيد اللي هنا على الجزيره؟ موضوع راجل ده نتناقش فيه بعدين. اه انما انت مين؟ انا عيون. انت مين؟ انا ودان وبابا بطنه. انت جايه تكشفي؟ انت دمك خفيف قوي. لا ده النهارده مانجا. هو انت متجوز؟ انا متكلم على بنت خالتي في الفيوم. متكلم عليها ازاي؟ بنقعد على القهوه انا واصحابي نقعد نتكلم عليها يعني. دي كانت لابسه جيبه امبارح، شفت الفاتحه لحد هنا. هو اللي بيتكلم على واحده بيلبسها. والله انا عارف. سالين. طيب دي بنت خالتك في الفيوم واحنا هنا في الكاريبي، يعني محدش هيحس بحاجه. ممكن حد من قرايبي يقول لها ان احنا في الكاريبي. والله ما تنطنيش. يا سلام. والله لا انا عارف انت مش عايز تتجوزني عشان انت شايفني وحشه، صح؟ بصراحه دي الحقيقه. بص انا حلوه اتجوز واحده بالمنظر ده؟ انت يا ابني انت ما عندكش مرايات في بيتك ولا ايه؟ والله العظيم عندي، عندي مرايه كل يوم اقف قدامها اقول لها يا مرايتي يا مرايتي قولي لي في حد احلى مني؟ وبتقول لك ايه؟ بتقول لي اقولهم لك بالترتيب الابجدي. مرايه لمده قوي. صدق هتقولي مفيش. والله صعبت عليا. والله حالي يصعب على الكافر. تصدق هتجوزك؟ بجد والله؟ اه والله. كده بلوشي؟ اه زكي على النفس. والله انت اميره طيبه. بس انا عايزه شبكه الاول. يا سلام. بص انا واثق ان انت بتحكي عليا، بس هجيب لك شبكه عشان حبيتك. طب هي فين؟ في المغاره بتاعتي. انت عندك مغاره؟ مغاره في كومباوند ده، ايجار جديد تحفه. طب ما تيجي توريها. تعالى اوريكي. هي بس عايزين نعمل المغاره بروسلين ونعمل جنينه عند ونركب ورق حائط على الحائط. ما تموتناش. والله احنا ما عملناش حاجه. والله ما عملنا حاجه. والله ما عملنا حاجه. ما تموتناش. لا هموتكم، هقتلكم يا كراسنا يا اشرار. وقف عندك يا قرصان انت وهو. والله ما عملتش حاجه. ما تموتنيش. والبتاع دي واسعه قوي، هتعمل ايه؟ ما تموتنيش والنبي. لا هضربها فيك دي. لا ده هتعمل صوت عالي. والله مش عايز اترش قبل ما اموت. اترش قبل ما تموت؟ يلا بقول لك هقتلك. والله البوز واسعه قوي، نزله من النضاره. والله ما يجيش في وشي. جيش في وشك. بقول لك هقتلك. انت خايف على وشك؟ والنبي ما تموتني. والنبي في ايه؟ انتوا يا ابني مش كراسنا؟ لا والله احنا مش كراسنا. امال انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ انا بني ادم عادي رايح كوستاريكا. هي دي مش كوستاريكا؟ كوستاريكا ايه يالا انت مجنون؟ يعني الجبل ده مش كوستاريكا؟ ده مش جبل، احنا نعرف ايه ده اصلا؟ امال ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ اللي حصل لك؟ اصل انا اصلا كنت مهاجر هجره غير شرعيه. ايوه عارفها، اللي هو ايه، يرموكوا على مركب في البحر وياخدوا منكم فلوس قد كده. لا دول هم ادوني جزع شجره. نعم. اه والله ده اللي حصل. ادوني جزع شجره حطيته في الميه مشيت، قلت هي عارفه الطريق. رايح كوستاريكا على جزع شجره؟ اعمل ايه طيب؟ ايه ده؟ انت عبيط يالا؟ القرصان لقاني خطفني حطني في برميل القش في المركب. انت عارف القرصان ده هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه؟ هيخليك عبد. لا انا مش عايز ابقى عبد. خلاص اسمع كلامي واشتغل معايا. اشتغل ايه؟ عبد. اشتغل عندك عبد؟ ايوه تشتغل عبد. وابقى عريان؟ أيوة. وادهن اسود؟ وتربطني كده في الشجره وتقعد تعذبني تعذبني وتحط على ظهري حجر كده وهنا وتبقى زي الكفار. انا عايز ابقى عبد، بس اهم حاجه تدهن اسود. ادهنك اسود؟ حاضر ادهنك اسود. عبيط يلا. وابقى انا العبد اللي بياخد باله من الجواري بقى، واروح معاهم البحيره واخلي بالي من الجواري في البحيره وطرطش عليهم كده اهو، طرطش الميه طرطش الميه في البحيره على الجواري، واحنا بقى جواري في قلب بعضينا بقى نلعب مع بعض. نلعب وانتوا جواري في قلب بعضيكم؟ اه. اقول لك على حاجه. ايه؟
انت عارف العبد اللي بياخد باله من الجواري ده؟ عارفه كويس. ايوه عارفه، العبد الاسود ده الضخم، انا عايز الدهن اسود ابقى زي. ما سيبك انت من هو ضخم واسود، هو عنده مشاكل صحيه. عنده مشاكل صحيه؟ ده ضخم جدا يا عم. ضخم ايه ونيله ايه؟ مش هتتبسط يالا. مش هتبسط ليه يا عم؟ المهم الحاله، الحاله انا عايز ابقى في الحاله دي في البحيره كده مع الجواري ونطرطش على بعض طرطشه، وتبقى هي زعلانه وانا اخدها في حضني وطرطش. يا مين دي يالا؟ الجاريه يا عم. ايه ده ايه ده؟ وسع لي كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والطعامه دي؟ انت مين؟ اني اني انت منين يالا؟ اني فلاح. فلاح؟ وانت ايه حكايتك؟ اني كنت راكب جذع شجره لقيت الاستاذ. اه برضه جذع شجره؟ ايوه ايوه. لقيت الاستاذ جاي عكسي، قعدت بقى ايه اعمل له كده في الميه، اعمل له كده في الميه وسكت بعد كده. وسكت؟ ايوه. يخرب بالك كنت رايح فين؟ كنت رايح ايطاليا. انت رايح تعمل ايه في ايطاليا؟ احترف. انت بتلعب كوره؟ لا. ما تحترف ايه؟ يعني هعمل مشروع في ايطاليا عمر ايطاليا ما سمعت عنه. ايه هو؟ بيتزا. رايح ايطاليا تعمل بيتزا؟ ما انا هعمل نوع من انواع البيتزا عمر ايطاليا ما سمعت عنه. ايه هو؟ بيتزا ايطالي. طب مجنون يالا. ما انا بص، ما انا هتجوز، رحت لابوها قال لي مش هينفع تتجوزها علشان هي لسه في المدرسه. وانت قلت له ايه؟ قلت له اجي لكم بالليل تكون جت من المدرسه. يا تبطل غباء يالا، يا تبطل غباء يالا. يا جاموسه بتعمل ايه؟ حاسب تطرطش؟ اوعى يا لهم بتطرطش على الجواري. جواري جواري ايه يالا؟ عارف قلب بعضين. تعالى تعالى انزل البحيره الميه تجنن. تعالى تعالى الميه تجنن، احنا والجواري مع بعضينا. انا عايز الحاله دي ابقى العبد، واهم حاجه الدهن اسود. خلاص خلاص اشغلك عندي. ماشي. وهديك فلوس. هتديني كام؟ اديك 50 جنيه. 50 جنيه في اليوم؟ اه. ده انا لو مش عبد، ده انا لو شغال في العبد مش هاخد 50 جنيه. حلو 50 جنيه كويسين. لا يا عم انا عايز، ده انا هبقى عبد. وروح يا عبده، تعالى يا عبده، ايه اللي اخرك كده يا عبده؟ في ايه يا عم؟ عبده ايه يا حمار؟ انت بتقول انت هتجننوني يالا؟ امال ايه؟ انا عايزكم تساعدوني. ثانيه.